بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشوف برنامج بيعمل تحليل للرياح حوالين الجسم، سواء الجسم ده كان عمارة أو كان عربية أو كان طيارة أو أي جسم عايز تعمل تحليل للرياح ليه. البرنامج اسمه أوتوديسك فلو ديزاين. طيب دلوقتي أنا عندي البرنامج وعندي الموديل، عايز البرنامج يتعرف على الموديل، فلازم أديهوله بالامتداد اللي هو يفهمه. فممكن أجي على برنامج الريفيت مثلا، وبسطب بادنس اسمها STL Exporter for Revit. هو البرنامج بيفهم امتداد STL، فهو ادوس على STL بيقول لي انت عايز الحاجة اللي انت هتصدرها دي، عايزها بيناري ولا اسقي، فبختار انا عايزه. طب لو انت ساحب لينكات، عايز اللينكات دي تتحول معاك ولا لا، عايز تاخد معاك الكالر ولا لا، اليونت اللي انت تشتغل بيها ايه، الكاتيجوري لو انت مثلا في كاتيجوري انت مش عايزها، وليكن مثلا مش عايز الاير تيرمينال مثلا، اقول له سيف. بيقول لي عايز سيفه فين وباسم ايه، فبدي له الاسم واقول له سيف. هدي له مثلا 2 2، هو يبدأ يصدر المبنى دوت. هشغل البرنامج، اقول له افتح لي لوكال، هستورد اي واحد فيهم، هم كلهم نفس المبنى. هو بيبدأ يكون الشكل هنا، اهوت بيبدأ يدرس الاير فلو. ممكن انا ابدأ احرك الاير فلو بالشكل دوت. هو هنا عامل الرياح 3D، ممكن انا اخليها 2D بالشكل دوت. لو احنا قربنا منها هنلاقي ان هو في الرياح عندي بتبقى فيها الوان حسب السرعة بتاعتها، في ازرق بسرعة قليلة، في اكتر اكتر زي ما انت شايف. ممكن اقول له الويند انا عايز اغير سرعة الرياح بالشكل دوت، بحيث ان الجزء اللي الرياح فيه بتحرك قليل لانها قريبة من المبنى، بتبقى اللون ازرق، كل ما نبعد تاخد لون تاني، لما السرعة تبقى كبيرة اوي بتاخد اللون اللي هو الاصفر اللي فوق دوت. سيموليشن تقدر تعلي السيموليشن زي ما انت عايز، بس هياخد وقت اطول حسب البروسيسور بتاعك. ممكن الاورجانيزيشن ابدا الف المبنى حاجه بسيطه في الواي وفي الاكس والزد حسب اتجاه الرياح اللي عندك المبنى دوت. وهنا بيعمل لي دراسه للحاله دوت، سرعه الرياح واللينس والويتس والهاي والفوكس سايز كل حاجه. هنا بختار بقى انا 2D ولا 3D. هنا بختار الرياح، هل انا هدرس الفيلوسيتي ولا هدرس البريشر. هو كده بيدرس الرياح تبقى عاملة ازاي. عايز تعرض الدراج بلوت بتاعك اهوت، عايز تبدأ تشوف كابلينات او فلو لاين كخطوط ماشية، تلاقي ان هو بيمشي في خط مستقيم، بعد كده اول ما بيجي المبنى بيطلع، طبعا مش هينفع يدخل جوه المبنى، وبعد كده بيلف هنا في زي دوامة خفيفة. فبتقدر تفهم فكرة الرياح تبقى عاملة ازاي في المكان دوت، بتعمل زي محاكاة او سيموليشن للمكان قبل ما تبدأ الصمام. بتبدأ تشوف الاعداد بتاعته، كاونت السرعة، سايز، اللينس. هنا لو انت عايز تشوفها من التوب مثلا، وبعد كده هنا ببدأ اشوف لو انا عايز اغير الالوان مثلا، اقول له الستاندرد بتاعي او بلو جرين ريد زي ما انا عايز. هل انت عايزها اسود بالشكل دوت ولا لايت. الفيزيبيليتي، ايه الحاجة اللي انت عايز تشوفها تاني. ممكن مثلا تقول له انا عايز اشوف الفيو كيوب دوت مش عايز اشوفه، الدراج بلوت عايز اشوفه، التونال باوندس عايز اشوفه او مشوفوش زي ما انت عايز. فبرنامج سهل وبسيط، مش هياخد منك وقت خالص في ان انت تتعلمه وتشتغل بيه، في نفس الوقت بيعمل دراسة حلوة للرياح شكلها شيك، ممكن تسجلها او تحطها عندك في المشروع بتاعك.